دومينيك يا انا عاوز احجز الفندق الفخم قوي ده، ده حتى فيه انفينيتي بول. حلوه قوي ده، مفيش مشكله، خد خد انجوي. دومينيك يا انا كنت عايز اعمل نطه زي بتاعه ويل سميث في شلالات فيكتوريا. واو مفيش مشكله، بكم؟ ب 150 دولار 150 بس؟ خد 500 1000 عشان تشبر نفسك كده انت واصحابك. ايه كبير، ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ حبيبي حبيبي. ايه؟ مالديف؟ طبعا يا معلم مفيش مشكلة، انت عارفني على طول راشق، يعني مفيش حاجة بفوتها. يلا مفيش مشكلة، ماشي تمام تمام، يلا هظبط الامور كده انا واديك خبر على طول يا كبير حبيبي. سلام يا حب. دومينيك كنت عايز منك كده 5000 دولار عشان رايحين المالديف كده انا وصحابي اسبوع وجايين. بجد فكره حلوه، خد حبيبي خد كل اللي بتحلم بيه، خد 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 حبيبي خد كل اللي بتحلم بيه، خد خد. لا 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 يا جماعه، ده شغل كبير قوي 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 اللي عملناه ده. ما ينفعش بقى نبدا الفيديو بتاعنا غير لما تنزل بقى يا معلم دلوقتي على الشغل الكبير اللي احنا عملناه ده وتعمل لايك. عايزه كام لايك يا دومينيك؟ 5000 مش اقل من كده يا كبير، مش اقل من كده. 5000 لايك دلوقتي حالا، انزل انزل اعمل لايك دلوقتي. خلاص عملتوا اللايك شبرقتونا. يلا بقى نبدا الفيديو ده. الفيديو ده هنتكلم فيه عن ازاي مولنا رحلتنا لمدة سنة في افريقيا، وقد ايه دفعنا، ومين فينا دفع فلوس التمويل ديت. يلا بينا نخش في الموضوع. طيب في الحلقة ديت بقى هنتكلم عن شوية نقط كده لازم نسردها لكم في الاول. فاول نقطة هنتكلم عن ازاي مولنا الرحلة دي من اولها لاخرها. Our second question would be how expensive is traveling. وفي الفيديو ده برضو هنكلمكم عن شوية نصايح عن ازاي تسافر باقل التكاليف. And last but not least we will tell you the most interesting point. How much money did we spend in one year traveling in 11 countries in Eastern Africa. تحذير تحذير، كل النصايح اللي هنقولها لكم في الفيديو ده استخدمناها بنفسنا. قبل ما ندخل في الموضوع بقى لازم نوضح لكم احنا اي نوع من المسافرين. احنا اول ما بدأنا الرحلة ديت بدأنا بميزانية محدودة جدا فعلا، فكان لازم نسافر بأقل تكاليف ممكنة. So this means for us that we were traveling just with our backpacks in the very local way. We didn't use airplanes, we traveled very close to the local community and living the quite local life there. But this way of traveling is not only the cheapest option you could probably find, it's bringing you as well very close to the country and to the culture, to the people, and making your travel experience very great and very real somehow. So I think I would always choose this way of traveling even though I had a bunch of money in my pocket. والطريقة دي كمان من السفر ما منعتناش ان احنا نعمل كل حاجة احنا عايزينها من الاخر، يعني عشان احنا كان هدفنا برضو ان احنا نستمتع شوية، يعني ما نبقاش قافشين على نفسنا شوية. فكنا بنعمل يعني سفاري بانجي جامبينج، بنقعد في اير بي ام بي كده من وقت للتاني، بس كله يعني في حدود الميزانيه المحدوده وفي حدود الطريقه اللي احنا بنتبعها في السفر. في الفتره اللي فاتت دي كلها وطول ما احنا مسافرين مع بعض وطول ما انا بطلع مع دومينيك في الفيديوهات كانت بتجيلي رسائل كتير جدا وكومنتات من الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات بيقولوا ان انا بسافر مع دومينيك يعني عشان هي اللي بتمول لي الرحله وانا راجل مرفه ومصاحب دومينيك وبمشي مع دومينيك يعني وبتاع عشان بس اخد فلوسها والكلام ده كله، وده في الحقيقه يعني ما كانش كلام صحيح خالص. Because the truth is actually that when Mohammed and I started having this idea of traveling in Africa, my pockets were completely empty. I didn't have money at all because I just finished another longer trip and came back completely broke. And because Mohammed and I, we both don't have very rich parents, we basically had to work to finance the trip. وزي ما انتم عارفين يعني ان انا كنت شغال قبل كده في الدوحه باربع سنين قبل ما استقيل واسيب الشغل، وكان عندي مدخرات هي اللي ساعدتني ان انا ابدا الرحله ديت. بالنسبه لك in Germany it's luckily a bit easier to earn a lot of money in a short period of time, so I just took a summer job for like 2.5 months where I could earn quite a lot of money.
yeah, from which I could travel for 1 year. But did you pay for me? Zero. I think Mohammed, she took from me. Yeah, I think Mohammed had more money than I before we started this trip, to be honest. يعني ده بيوضح تماما ان احنا بدأنا الرحلة ديت واحنا معتمدين كليا على المدخرات اللي احنا كنا سايبينها. يعني تمويل الرحلة دي كلها لا كان بقى من سبونسر ولا كان من دومينيك بس ولا كان من اي حد, هو كان شغلنا احنا الاثنين وتحويشة عمرنا احنا الاثنين هي اللي كانت بتصرف على الرحلة ديت بكل اللي انتوا شفتوه في الفيديوهات الفترة اللي فاتت. صح؟ The second point of this video is how expensive is traveling? To answer this question is quite easy because it just depends on you, on your standards, on how you want to travel, what is important for you, how do you want to stay, which transport do you want to use, what activities do you want to do, where do you want to travel, how long do you want to travel, all those things. Of course, traveling can be super, super expensive, but it can be very, very cheap as well. Of course, some costs you cannot avoid, for example, the visa, but everything else around your trip is really in your hands and in your expectations. So obviously it makes a huge difference if you want to stay in 5-star hotels all the time doing arranged trips with a tour company or whatever, or if you are just happy walking around the city, going on a hike, staying in a cheap hostel. So all those things are making your travel expense in the end. معظم الناس كانت بتقول ان افريقيا السفر فيها غالي جدا, وده اللي كنت بسمعه قبل ما اروح الرحلة ديت, بس في الحقيقة لما روحت هناك ما لقيتش الامور كده. افريقيا برضو السفر فيها ممكن يكون رخيص جدا لو انت بس رايح هناك عشان تشوف الثقافة وتكتشف البلد من جوه وتمشي في الشوارع وتشوف كل مدينة شكلها عامل ازاي, وممكن يكون غالي جدا لو انت بس عايز تقعد في فندق 5 نجوم وتروح كل يوم تعمل سفاري في الادغال, فده هيكلفك غالي جدا وده هيخليه سفرك رخيص جدا. فكله بيعتمد على اختيارك انت وعلى الطريقة اللي انت محتاج تختارها وانت مسافر. فالسفر ممكن يكون غالي جدا لو انت محتاج تعيش الرفاهية كلها, وممكن يكون رخيص جدا لو انت حتى محتاج تعيش الرفاهية بس مش محتاج ان انت تضيع فلوسك بقى في مزارات وعايز تكتشف البلد باسلوبك انت. وده بالنسبة لنا الاسلوب اللي احنا بنحبه لانه بيقربك اكتر من اهل البلد, والاسلوب ده كمان هو اللي بينحت في دماغك ذكريات اكتر. وعشان توفير الفلوس جبنا لكم كده شوية نصايح عن ازاي تسافر باقل التكاليف. مجموعة النصايح دي هتبقى ليكم لو انت عايز تسافر بيها اي دولة من اغلى دولة في العالم لغاية ارخص دولة في العالم, ازاي ان انت تقدر تسافر بارخص تكلفة ممكنة. ممكن ارخص تكلفة ممكنة دي تكون في ايسلندا $1000, ممكن تكون ارخص تكلفة ممكنة دي في تايلاند $100. فدي شوية النصايح اللي احنا هنقولها لكم في الفيديو ده. The four main expenses we were facing while traveling were accommodation, food, transport and activities. أول نقطة بقى هنبدأ بيها هي السكن. السكن ممكن توفر فيه بأشكال عديدة. أول حاجة ممكن أنت تستخدمها هي الـ Airbnb. Airbnb ده عبارة عن نظام برنامج أو أب ممكن تنزله على موبايلك بتحجز بيه غرفة في بيت, ممكن تحجز بيه شقة كاملة, ممكن تحجز بيه بيت كامل ويعني وتحجزه من بابه كله. ده من أرخص الحاجات اللي احنا كنا بنتبعها ونمشي بيها لو احنا عايزين شوية رفاهية, يعني لو نبقى عايزين ندلع نفسنا شوية بنتبع الأسلوب ده عشان بيبقى عندك في البيت كل التسهيل اللي انت محتاجها اللي بتساعدك ان انت تعيش رفاهية شوية. وده بالنسبة لي أحلى تب للعائلات, ان الناس اللي محتاجة خصوصية ان هي مثلا عايزة شقة لوحدها, عايزة أوضة, عايزة الحاجات دي كلها, بالنسبة للخصوصية Airbnb ممتاز. وفي الديسكريبشن هتلاقوا في لينك لو انت مسافر دلوقتي ورايح رحلة وعايز تحجز شقتك من على Airbnb ممكن تتك على اللينك ده وهتاخد خصم $20, وده من شكل من الاشكال اللي هيساعدنا في ايامنا الجاية عشان نسافر اكتر واكتر ونفيدكم اكتر واكتر. ثاني حاجة من انواع السكن اللي ممكن توفر عليك جدا هي ان انت تروح تسكن في بيوت شباب او اللي ما يقال عليها بالانجليزي الهوستلز. الهوستل ده من احسن الانواع اللي ممكن تتبعها لو انت عايز تسافر باللو بادجت. الهوستل عبارة عن ان انت بتحجز ليك سرير في وسط مجموعة من سراير, يعني زي ما بنقوله كده عنبر, بتشارك بقى فيه مع ممكن 4, بتبدأ من 4 لغاية 20-30. النوع ده من السكن واحد من الانواع اللي بيوفر عليك جدا في التكاليف عشان يبقى رخيص جدا, وكمان بيساعدك ان انت تعمل صحاب من كل انحاء العالم وكل المسافرين, عشان ده النوع الاكثر شيوعا ما بين السولو ترافلرز او الناس اللي هي بتسافر لوحدها في البلاد. تالت نوع ان انت ممكن تسافر ببلاش خالص.
ان انت تتبع النظام اللي احنا كنا بنتبعه دايما، ان انت تروح تقيم عند الاهالي في بيوتهم، يعني بتسأل حد ان هو عايز يستضيفك او لا. وده بيتم عن طريق برنامج كاوتش سيرفينج. كاوتش سيرفينج البرنامج ده بيتيح ان انت ناس من كل بلاد العالم ممكن تستضيفك في بيوتهم، ممكن تنام على الكنبه عندهم بدايه من كده، يعني ممكن يبقى ليك اوضه 5 أو 5 نجوم. وده اللي كان بيحصل معانا في رحلتنا، ان احنا معظم الاماكن ومعظم الاماكن اللي احنا قعدنا فيها في افريقيا كانت اماكن فخمه جدا، وكنا بيبقى لنا سرايا خاصه بينا واوض خاصه بينا، وكنا متدلعين اخد دلع، لدرجه ان احنا قابلنا بنت رئيس زامبيا في يوم من الايام واحنا قاعدين في كاوتش سيرفنج. يعني فساعات بيبقى دلع وبيقربك كمان بقى من اهل البلد، وبتبقى دي حاجه ظريفه جدا. رابع حاجه بقى ان انت ممكن تشيل خيمتك على ظهرك وتمشي بيها في بلاد الله، وتنام بقى في الطبيعه الجميله زي ما كنا بنعمل كده في معظم الاحيان، وده كمان بيديك يعني روح من المغامره اكتر، ويديك كده ذكريات ما تنساهاش. The next expense you will face on a daily basis is food. Depending on your accommodation, you will maybe even have the chance to cook at home, like hostels or Airbnbs, couchsurfing hosts. Of course, they are having a kitchen, so we use this from time to time as well, that we just cooked our own food. Otherwise, it's very affordable in most of the countries to eat very local, just the food in the street, what everybody is eating. So like a plate of rice, beans and vegetables costs us in most of the country maybe 50 cents or something like this, 10 pounds. So yeah, it's very affordable, very filling, healthy, and connects you again to the people around you. Of course, we were sometimes eating out as well, having veggie burgers or whatever, like you don't have to be bakhil, but for sure there are a lot of chances to save money in food. What saves money as well is avoiding those big supermarkets and instead better buy outside on markets or people selling veggies and fruits and stuff like this in the streets. It's a huge difference. And another thing I really want to do on my next trip is carrying a portable water filter, because I realized in Africa now that we had to buy a lot of bottled water, those big 5-liter containers or something like this, or even small bottles. So yeah, it will make a huge difference to just carry your own life straw or your own portable water filter, to not have to buy those water bottles outside. Yeah. وفي نوع من الفلاتر معروف ومشهور جدا، شفنا ناس كتير بتستخدمه في افريقيا في الرحله ديت، واحنا ناويين ان احنا نشتريه معانا ونخليه معانا في الرحلات اللي جايه. هنسيب لكم برده اللينك بتاعه في الديسكربشن، هو اسمه لايف سترو او حاجه زي كده. وبرده لو اشتريتوا من اللينك ده اي حاجه انتوا عايزينها من امازون، هيساعدنا برده ان احنا نكمل سفر. لايف ستروز ار سيفينج ذا انفايرمنت هاشتاج نو بلاستيك، عشان مفيش سلاحف تموت. سلاحف، مش عايزين سلاحف تموت. البند بقى اللي بعد كده اللي بيوفر معك في السفر جدا، وبند اساسي من المصاريف اليوميه اللي انت بتصرفها في يومك، هو المواصلات. المواصلات ممكن توفر فيها كميه فلوس رهيبه. احنا عن نفسنا سافرنا باقل تكاليف، التكلفه الاجماليه اللي انت تعرفها في اخر الفيديو. واحد من البنود الاساسيه اللي خلتنا نسافر بالتكلفه القليله ديت هي ان احنا ما كناش بنسافر بطيارات نهائي، هي طياره واحده بس بداناها من القاهره لغايه زيمبابوي اللي هي هرار. دي الطيارة الوحيدة اللي احنا اخدناها، عشان تكاليف الطيران من التكاليف اللي بتقسم وسطك في السفر عامة. يعني احنا سافرنا 11 دولة بسعر طيارة ذهاب واحدة، فديت حاجة كانت من الحاجات اللي هي ايه وفرت علينا كتير في السفر. تاني حاجة بقى ان احنا كنا بنستخدم المواصلات العامة في السفر بتاعنا، يعني كنا بنستخدم بس المواصلات اللي بتستخدمها اهل البلد. يعني كنا التاكسيات ديت غالبا ما كناش بنركبها ونعرفش هي شكلها عامل ازاي اصلا، بنبعدها تماما قائمه الاختيارات بتاعتنا، عشان برضو التاكسيات في كل مكان في العالم بتبقى غاليه. كنا بنتبع المواصلات العامه اللي الناس بتستخدمها، سواء بقى تكاتك، ميكروباصات، موتوسيكلات. انتوا شفتونا بقى كنا بنتنقل ازاي طول الرحله، ولو انتوا ما شفتناش انزل اتفرج علينا، يعني اتظبطنا. في بعض البلاد كمان ان انت لازم تستخدم بقى يعني روحك في الفصال، يعني لازم تفاصل حتى في الميكروباصات. يعني بلد زي ملاوي كنا بنفصل في الميكروباصات قبل ما نركب، هتدفع كام قد كده. فبرضه ديت شويه تيبس كده عشان تعرفوا ازاي توفروا في المواصلات. And of course you want to do and see something on your trip. The first general tip is to try to arrange your activities by yourself. Don't go to the tour operator who has an office in your city. Try to compare prices and options by yourself first. A lot of times hostels are offering some activities as well for quite a good price. Otherwise, it's really worth it to maybe check online already how much
other operators are or what you can do. So even if you want to do big activities like a safari, there are websites comparing different operators of safaris, different guides and whatever, so it's worth to really compare prices and see what is the best option for you. قللوا نسب العمولة. كل ما بتروح لواحد بي مفيش حاجة ببلاش يا معلم. يعني اللي انت هتعمله مع نفسك على الانترنت هو بيعمله بس بيقلبك في عمولة. مع نفسك. What we did most of the time was just going to the place, seeing what we want to do there and trying to get some recommendations where to do it and in which way for how much money. لان في الاخر برضو يعني الاسعار اللي انت بتلاقيها على الانترنت ديت هي الاسعار اللي بتبقى معروضة للسياح. بس لما بتروح بقى في المدينة نفسها وبتدور على الشركة نفسها كده وش الوش بتعرف تاخد اسعار ارخص بكتير. ممكن تكون الاسعار اللي بتبقى متاحة لا اهل البلد نفسهم. ودي نصيحه عامه بقى في كل اللي فات ده كله. يعني مثلا عايز احسن سعر لسكن بتروح المدينه نفسها وتروح للناس ديت وتسال ايه السكن المناسب واللي سعره رخيص موجود هنا في المدينه. بيودوك بقى على بنسيونات بيبقى اهل البلد قاعدين فيها, ده ارخص سعر من هوستلات ومن كل الحاجات دي كلها. لما تروح البلد نفسها اهل البلد ليهم سكنات أرخص بكتير مما تتخيل. So even if you don't have the money to go on arranged tours or do crazy trips or something, I promise you, you will have a great experience. Because the most memorable things on our trip were things which just happened in the real life. We had elephants crossing the street in front of our public bus or hippos walking next to our tent on the campsite. Walking in the city and talking to the people there is always great. Or hiking in the nature is mostly for free, so there are a lot of things to do even without spending money at all. لأن السفر مش بس إن أنت تعمل activities وسيلفيهات والكلام ده كله. السفر متعته في الخبرة اللي أنت بتاخدها والمغامرات اللي أنت بتعيشها. والمغامرات دي كلها غالبا ما بتحصلش في الحاجات المدفوعة ديت. فاستمتعوا باللحظة لأن الذكريات متقدرش بفلوس. And the last tip we have for you, especially when you're interested in volunteering, is using the website workaway.info. Link is in the description, I guess. This is a website where you can find hosts which are looking for volunteers all over the world, in almost every country. They are offering you food and accommodation and you can work in their project. There are people offering work in a hostel or an environmental organization, social organizations, all kinds of things. So it's worth checking it out and we used it as well. يعني دي واحدة من الطرق اللي برضو ممكن تخليك تسافر ببلاش بس من غير ما تدفع ولا مليم. يعني ممكن كل تكاليفك بتبقى متغطية من المشروع اللي انت شغال فيه عشان تقضي وقتك وقت جميل وبعرفك اكتر برضو على اهل البلد اللي انت عايش فيها وبتعمل فيه صحاب. بيبقى فيه برضو ذكريات حلوة زي اللي احنا عشناها في ملاوي. And the last point of this video, how much money did we spend on our trip? زي ما قلنا لكم قبل كده الفلوس دي كلها كانت مدخراتنا. يعني المبلغ اللي هنقوله لكم دلوقتي هو كان غالبا كل المبلغ اللي احنا كنا محوشينه. In one year traveling in 11 Eastern African countries, we spent $5,000 each. On the beginning of our trip, we had around $5,000 each on our bank accounts and because we were having most of the time the same expenses, we were just sharing the cost. Sometimes Muhammad was getting money from the ATM, sometimes I was getting money from the ATM. And this is how it worked for us. So I didn't pay for Muhammad's trip. Again and again. $5,000 ممكن يكونوا أول ما تسمعهم كده رقم كبير جدا. بس $5,000 ديت كنا عايشين بيها معيشة كاملة برا بلدنا بمواصلات سكن أكل شرب كل تفاصيل الحياة. فهو بالنسبة لنا رقم يعني مرضي تماما كسفر لمدة سنة على الطريق بكل حاجة فيه. يعني بس ده اللي كنا عايزين نتكلم فيه عن التمويل. كل اللي كنا عايزين نوصله من الفيديو ده ان السفر ممكن يتعمل بكافة الطرق. ممكن تسافر بأغلى من كده بكتير وممكن تسافر بأرخص من كده بكتير. كل اللي عايزين نوصله ليكم ان السفر ممكن بكل طريقة ممكنة. يعني ممكن تسافر بزيرو فلوس في جيبك وتعرف تعيش تجربة محدش عاشها قبلك قبل كده. السفر مش مستحيل. السفر ممكن لكل واحد. السفر بس مش محصور على الأغنياء. السفر يعني كل واحد ممكن يقدر يعمله. وانت اللي بتفرج عليا ممكن تسافر وتعيش نفس المغامرات اللي احنا عشناها وأحسن كمان بالفلوس اللي في جيبك أو ان انت ممكن تبذل شوية مجهود زيادة. السفر ممكن وده اللي احنا عايزين نقوله لكم. بس ديت كانت الحلقة اللي كنا عايزين نتكلم فيها عن
تكاليف السفر وازاي قدرنا نوفر وشوية يعني نصايح ليكم ولو انتوا عايزين تسافروا بنفس الطريقة اللي احنا سافرنا بيها. وبإذن الله استنوا بقى مننا فيديوهات جاية كتير. ولو عايزين تعرفوا هنصرف ازاي بقى في الفترة اللي جاية بعد ما استقلت وسيب شغلي، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان هتشوفوا التجارب دي كلها يعني في الايام اللي جاية. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير في كل مكان عشان الشغل الكبير اللي احنا عملناه والمجهود اللي احنا حطيناه ودومينيك اللي طلع معايا في الفيديو. قدرونا يا جماعة عشان تعبنا جامد والله في الفيديو ده. وشوفكم في حلقة جديدة من مصر أم الدنيا. سلام.